ناقوس الخطر يطرق أبواب العملية السياسية، ومحاذير الأوساط الشعبية بشأن استمرار الأزمة بعد إعلان الصد رفض التفاهمات. إعادة إحياء الأمن الغذائي في البرلمان بعد أن فشلت الحكومة بترحيله، فهل يستطيع مجلس النواب تمرير القانون أم مصيره الطعن مجددا؟ حياكم الله مشاهدينا الأحبة في حصاد الأيام، ونرحب بكم أجمل ترحيب. حياكم الله مجددا على صفيح ساخن تستأر العملية السياسية بعد أن نسف جسور التفاهمات لتبقى معلقة عند سقف زمني قصير قد يصعب فيه البحث عن مخرجات تصل في المشهد السياسي وتخرج من مأزقة قد تتصاعد فيه شرارة الغضب الجماهيري اللي كان حتى وقت قريب يرى من المبادرات السياسية طريقا نحو الخروج من الأزمة. لكن سرعان ما بدأ ناقوس الخطر يطرق أبواب العملية السياسية لينذر بتفاقم حال الانسداد السياسي، خصوصا بعد ما أنهى الصدر ملف المشاورات والتفاهمات مع الأطراف السياسية داخل الإطار الشيعي. أما في ملفنا الثاني، فبعد أن فشلت الحكومة في يعني كونها تستطيع أو هل يستطيع البرلمان تمرير قانون الأمن الغذائي؟ عن هذا الموضوع علقت أوساط سياسية أن قرار للمحكمة الاتحادية أوضح بشأن إلغاء قانون الأمن الغذائي وإدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة لا يلغي قرار المحكمة الاتحادية، بالتالي فإن الدستور لا يجيز أي قانون فيه جنبة مالية سواء من الحكومة أو البرلمان، وفي حال تم تمرير هذا القانون في جلسة البرلمان فقرار الطعن ينتظره في المحكمة الاتحادية. إذن مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. ما أن انتهت انتخابات تشرين المبكرة حتى بدأ المشهد السياسي يواجه عقبات كبيرة بعد أن حلت الخلافات على الساحة السياسية، على عكس ما كان متوقع لتتسبب هاي الخلافات بتأخير تشكيل الحكومة المرتقبة. المتابعون للشأن السياسي يشوفون أنه هاي الخلافات والصراعات تتطلب حلحلتها التخلي عن المغانم الشخصية والمكتسبات الحزبية. إذن مشاهدينا في ملفنا الأول من الحصاد راح نناقش هذه التطورات على المشهد السياسي، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. خلافات سياسية قائمة في الساحة العراقية منذ انتخابات تشرين المبكرة التي عملت على تغيير شكل الحكومة لا جوهرها، فما زالت العقبات قائمة حيال المضي بحل هذه الخلافات التي بانت بوضوح مؤخراً، فالتجاذبات السياسية لم تنتهي بعد ولا ترسى على بر ما دامت الكتل تتعنت كلا بما يخدمها. فالمناورات السياسية بانت نيران حدة تصعيدها بعد غياب المرونة بين الفرقاء السياسيين وتلاشيها على عكس ما كان مؤملا لها. فلا احتكام للتفاهمات ولا تنازلات بين الأطراف رغم طرح المبادرات العديدة من قبل الإطار الشيعي في محاولة للتصدي إلى الأزمات التي صارت تنهش جسد العملية السياسية، والنتيجة ما نراه من تأخير في تشكيل الحكومة المرتقبة. وفيما يرى متابعون للشأن السياسي أن مفاصل الحكومة العراقية تعاني الفساد والتراخي في معالجتها، وهذا ما أسهمت به الصراعات، إذ تحتاج إلى بلورة وجهد وطني كبير والتخلي عن المغانم الشخصية من قبل الكتل المتشبثة بمواقفها التي أهلكت الحرث والنسل. فصافرات الإنذار تدوي في سماء الخلافات السياسية بعدما نفذ الانسداد من ثغرة الصراعات إلى ساحة التفاهمات وبدد مبادراتها، فيبدو أن هدوء التقارب سبق عاصفة الخلافات الحالية التي خيمت على المشهد برمته. نهى الشمري، الأيام الفضائية. النائب
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحباء بهذا الملف. ارحب بضيف الكريم الاستاذ هادي جل المرعي رئيس مركز الحريات الصحفيه. حياك الله استاذ هادي. كيف تتوقع ان يكون المشهد خصوصا بعد خطاب السيد الصدر بغلق باب التفاهمات والمباحثات واللي كان من الممكن ان يسهم بحلحله الانسداد السياسي والذهاب نحو تشكيل الحكومه؟ في الواقع الامر ملتبس على المراقبين وحتى على المواطنين العاديين وحتى على السياسيين. يعني لا انصح احدا بان يدعي بانه يفهم اللعبه ويمكن ان يقرا ما الذي سيجري في المستقبل القريب، لان الامور راكده منذ ان اجريت الانتخابات في اكتوبر من العام الماضي، ونحن الان ندخل على النصف الاول من العام 22، وبالتالي وكانها سنه تمر، وهذا شيء غريب. وان كان الامر ليس غريبا في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الازمات التي تمر بها دول العراق جزء من حالتها. لكن إصرار التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر على المضي دون الإطار التنسيقي أو دون فريق مهم جدا في الإطار التنسيقي، وتمسك الإطار التنسيقي بشروطه وبمواقفه، أعتقد أنه لن يفضي إلى حل، لأنه تمسك كل طرف بمواقفه هذا سيؤدي إلى استمرار الأزمة واستمرار حالة التلاسن و التصريحات المتشددة من النواب ومن السياسيين والمحللين السياسيين. ولاحظت حضرتك في الأيام الماضية أنه حتى المحللين السياسيين اشتبكوا داخل استوديوهات بعض القنوات بسبب تصاعد الأزمة، وكأن هنالك استثمار لهذه الأزمة من قبل جهات وأشخاص. ومثل ما أن في السلم هنالك استثمار، فأن في الأزمات هنالك استثمار مادي واستثمار سياسي واستثمار للأسف الشديد يستغله البعض لتحقيق مكاسب سياسية، مكاسب مادية. عندما تطول الأزمات يمكن أن تنتفع بعض الجهات، عندما تطول الأزمات يمكن أن تستفيد جهات. والأزمة الحالية مستفيد منها أناس في السلطة وأناس لديهم مناصب وأناس يمتلكون تجارات ورجال أعمال ومستثمرين في قطاع الكهرباء المتدهور، مستثمرين في قطاع الطاقة وفي قطاع التجارة وفي قطاع الغذاء وغيرها من موارد تسهم في يعني حماية الشعب العراقي، حماية الأمن الغذائي والأمن السياسي والأمن للشعب العراقي. في وقت كلما نقول بأن هنالك انسدادا سياسيا، المراقبين الشأن السياسي يقول لا ماكو انسداد، اكو إذابة جليد وراح نوصل إلى مرحلة مقبلة، ولكن لم يحدث في هذا الأثناء. اسمح لي أن أرحب أستاذ هادي بالأستاذ قصي عباس النائب السابق انضم معي عبر سكايب. حياك الله أستاذ قصي ضيفا كريما. يعني هذا الانسداد السياسي وهذا التصعيد، هل تعتبر بأن لغة الحوار بدت مستحيلة في العملية السياسية خصوصا بعد التشنج الواضح في خطاب السيد الصدر كونه يمثل كتلة من بين الكتل الأبرز في المضمار السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة لك ولضيفك الكريم ولمتابعي قناة الأيام الفضائية. يعني المتتبع والمراقب للوضع السياسي في العراق بعد الانتخاب لحد يعني والمنصفين طبعا يلاحظون بان الاطار التنسيقي كان الاكثر يعني قبولا بالمفاوضات، والمبادرات اغلبها كانت من قبل الاطار، واخرها كان المبادره اللي دعا به جميع الفرقاء الى الجلوس على طاوله الحوار والتخلي عن لغة كسر الإيرادات، وأن يكون هناك أيضا دعا المستقلين يعني أيضا في مسألة تشكيل الحكومة، وأن يتم اختيار شخصية مناسبة ليتولى المنصب رئيس الجمهورية. أستاذ قصي، ولكن يعني هذه التصريحات والابتعاد عن الحوار وسد باب التفاوض، هل سيفضي إلى أخذ المستقلين دورهم الحقيقي؟ هو حقيقة أنا قلت يعني وأؤكد بأن الإطار لم يكن يوما مع التصعيد، بل كان دائما مع التهدئة. واليوم يعني الطرف الآخر هو اللي حقيقة يصعد الموقف ولا يعني يرضى بجلوس، ومع أنه يعني لم يستطع يعني الطرف الآخر من تشكيل الأغلبية وتحقيق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. لكن في نفس الوقت يعني الطرفين دعوا المستقلين، طبعا رموا الكرة إن صح العبارة في ملعب المستقلين، وبالتالي المستقلين كان لهم مبادرة
الإطار جاوب على هذه المبادرة بكل وضوح وقبول، لكن الطرف الآخر بصراحة يعني ما لم يستجب إلى هذه المبادرة، مع أنه هو الذي دعا أيضا المستقلين لتبني مسألة تشكيل الحكومة. اليوم هذا الانسداد ليس من مصلحة أحد بدون شك. طيب. والإطار لا زال يعني حتى البيان الأخير اللي صدر عن الإطار لا زال يدعو إلى الحوار وإلى التهدئة وإلى الجلوس مع طيب. بعض. ما دام أن هذا الخطاب والحوار والدعوة لا زالت تقدم من قبل الإطار الشيعي، بالتالي أيضا السيد قصي يقول بأنه الإطار الشيعي رمى الكرة بملعب المستقبلين. وأيضا ضمن التعليق أستاذ هادي، يعني نلاحظ بأنه خطاب السيد الصدر وخياره للذهاب إلى المعارضة لمدة 30 يوم، هل هذا معنى أيضا ألقى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي؟ نعم، هو السيد يدرك أن الإطار التنسيقي لن يفعل شيئا في هذه المدة، لأنه القوى الأخرى متماسكة مع هي المشكلة أنه هناك تماسك لدى الطرفين. يعني إحنا لو وجدنا أنه أحد الطرفين يعاني من خلل، يعاني من عدم قدرة على الاستمرار في التحالف، لكان هذا الأمر ربما جيدا للحالة العراقية بشكل عام، باعتبار أن أحد الطرفين سيشكل الحكومة ويتمكن من أخذ الغلبة في البرلمان ويذهب إلى حكومة أغلبية. لكن الذي يحدث أن الفريقين أقوياء ولديهم قدرات ولديهم إمكانيات سياسية ولوجستية، وبالتالي هم أبعد من أن يتنازلا لبعض. لكن أنا أود أن أتحدث عن موضوع المبادرات بصراحة. أقول لك أستاذ أحمد يعني بدون زعل، ماكو شيء اسمه مبادرات. يعني شنو مبادرة اللي تقدمها وتقول لي عيني أستاذ هادي أنا عندي مبادرة لك حتى نحل الأزمة؟ أقول لك شنو أستاذ أحمد مبادرتك؟ تقول لي والله مبادرتي أنه أنت تستسلم إلي شروطي. هذا مو مبادرة، هذا مو مبادرة. يعني لا المبادرة اللي قدمها التيار الصدري مبادرة، أو العفو التحالف الثلاثي، ولا المبادرة اللي قدمها الإطار التنسيقي مبادرة، ولا المبادرة اللي قدمها المستقلين مبادرة. طيب. ماكو مبادرة. تعتبر ذهاب الخيار للمعارضة أيضا مبادرة؟ لا، هو ذهاب السيد. شوف السيد يعرف في هذا بهذا الاتجاه أو في هذا الجزئية من الصراع السياسي، يعلم أنه الطرف الآخر ربما لن يستطيع أن يذهب بدونه، لأنه ما ممكن يروحون يشكلون حكومة. وليش ربما هو مؤكد الإطار التنسيقي بأنه لا يذهب لتشكيل حكومة ما لم يكن هناك تكاتف شيعي؟ لكن لو أن الإطار التنسيقي في الحسابات السياسية، لو أن الإطار التنسيقي، لو أن مثلا حلفاء التيار الصدري قرروا المجيء مع الإطار وقالوا للإطار نحن معك شكل حكومة أغلبية، يعني هل أن الأمور ستكون كما هي الآن؟ أكيد لا، مستحيل تكون كما هي الآن. ولو أن أطراف من الإطار التنسيقي الآن قرروا، ممكن قرر المجلس الأعلى، قرر بدر، قرر الحكمة أن يروحون مع التيار الصدري وتركوا رفاقهم في المعركة. يعني شو تتصور أنه الأمور ما راح تتغير؟ لكن اللي عمق الأزمة واللي قلت لك يا بالبداية هو التماسك لدى القوى السياسية. هو الآن واحد من أسباب مشكلتنا في الحالة العراقية هي التماسك لدى الأطراف السياسية. ولكن أنا أقول لك أنه ماكو شيء اسمه مبادرة. المبادرة هي تحل أزمة، مو المبادرة اللي تعمق أزمة. طيب وين مبادرة المستقلين؟ شنو مبادرة المستقلين؟ ما أنا ما فهمت كل شيء مبادرة المستقلين. ثانيا هم من هم المستقلين؟ أنا هم ما أعرف شنو المستقلين. 45-46 نائب مستقل. من هم وينهم؟ شنو تأثيرهم؟ شنو دورهم؟ شنو حضورهم؟ ليش ما يروحون مع أحد الأطراف يخلوا يشكل أغلبية؟ خليني أرجع إلى ما تفضلت به في قضية التحالف الثلاثي. أستاذ قصي، أشار السيد هادي جل المرعي إلى قضية التحالف الثلاثي. طيب بعد أن كانت القوى السياسية في هذا التحالف في حلم بيعة السيد الصدر، فهل سيمهد ذلك أو يفتح باب التفاوض مع الإطار الشيعي وتشكيل الحكومة في حال ضمت هذه القوى أو بعضها إلى الإطار التنسيقي؟ يعني أنا بس عندي تعقيب بسيط. تتفضل. قبل ما أجاوبك، يعني ضيفك الكريم يتحدث عن بأنه مبادرة الإطار لم يجدي نفع ولم يكن فيه أي نقاط إيجابية، هو مجرد يعني دعوة الإطار لكل الأطراف على طاولة الحوار، وهو بحد ذاته يعني دعت عن بقية النقاط. هو مبادرة بأنه اليوم ما ممكن حل أي أزمة عن طريق وسائل التواصل والفضائيات والتصعيد إلا من خلال الجلوس. يعني هذه التجربة كانت واضحة طيلة السنين الماضية. أما الطرف الآخر يريد يعني مسألة كسر الإرادة وأن
يعني يتشظى الإطار ويذهب جزء من الإطار مع التحالف الثلاثي، أعتقد يعني هذا الأمر حتى الإطار لم يطلب هذا الأمر من قبل التحالف الثلاثي، يعني لم يطلب هذا الأمر، لأنه ليس بحقيقة الموضوع غير وارد بأنه أنت جزء فقط تعال معايا وجزء الآخر اذهب للمعارضة. مو هو اللي يفرض على الطرف الآخر بأنه من يذهب للمعارضة ومن يصير مع الحكومة. طيب مع الطرف الآخر، هل هو دخل على مصلحة في تشكيل الحكومة أم دخل أنه في 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 مركب واحد وسفينة واحدة سواء في المعارضة أو في تشكيل الحكومة؟ بدون شك اليوم يعني احنا المفهوم السياسي لدى لسه في العراق في كل النظم الديمقراطية بأنه المعارضة من المفترض أن يتولى العملية، يعني يعطى له سبل المعارضة، يعني اللجان اللي هي تراقب عمل الأداء الحكومة المفروض يكون من المعارضة، رئاسة البرلمان المفروض، يعني هم البرلمان هو جهة رقابية. بس ليش نتحدث عن مفروض قصير؟ فنتحدث عن ما كان واقع توزيع اللجان، كيف كان طبيعته خصوصا في غياب الثلث الضامن عن الجلسات؟ نعم، هو اليوم يعني التحالف الثلاثي من المفترض لو كان عندهم مبادرة حقيقية كان يطرحون هذه الرؤية بأنه نحن سنشكل الحكومة وأنتم اذهبوا للمعارضة، لكن نحن اللجان البرلمانية شو خارطتها السياسية؟ اللجان البرلمانية وحتى رئاسة البرلمان، يعني هذا الموضوع أعتقد المعارضة هو شلون يمارس دوره الرقابي إذا هو نفسه بالحكومة هو معارضة؟ أعتقد هذا ما وارد ولا وارد في كل الإطار الديمقراطية والدول الموجودة في هذا المجال. طيب هل هنالك خشية أستاذ هادي من توقف عجلة التفاهمات والحوار؟ ممكن. الابتعاد عن التصريحات. طبعاً ممكن. كما أشار السيد قصي إنه مو شغلة التصريحات إعلامية. لا مو أنت بتقول أكو مبادرة إنه الإطار التنسيقي قدم مبادرة وأنت تعرف إنه السيد الصدر ما يريدك. تعرف الصدر يقول لك ما أريده خلنا يروح من قلبك كل أجره. تعرف الصدر يقول لك أنا ما أريدك. طيب إذا هو يقول لك أنا ما أريدك. شنو جدول المبادره اللي تقدمها وانت تعرف مسبقا ان السيد راح يرفض، وكذلك التيار الصدري لما قدم مبادره او التحالف الثلاثي قدم مبادره ايضا في هذا الاساس الاطار ما راح يقبل بها. ليش؟ لانه ايضا تتبنى مثل ما قلت بالبدايه وكانها هسه مره المبادره وكي. ما بها مجال للقبول، ومره تحديدها في وقت تم تحديدها شهر رمضان وعشرة من شوال، وهسه انا لا عفوا انا هاي المده الزمنيه شنو هاي مو مبادره، شلون تحل لنا اياها؟ هاي مو مبادره لما السيد يقول لك بعد رمضان، هاي مو مبادره. السيد هنا ينطيك وقت، يعني وكانه يتحدى الوقت، يقول لك اذا تقدر روح، انت ما قدرت، هو يدري بك ما تقدر، الان راح ينطيك مهله وايضا انت ما راح تقدر، فهاي اكو مشكله. هو المشكلة أنه التيار الصدري يمتلك قوة ونفوذ على الأرض ويمتلك عدد كبير من المقاعد، بمعنى آخر ربما حتى لو تفكك، احنا من البداية قلت لي أنت لا الإطار ما يقبل يعوف التيار، حتى لو جاء الكرد والسنة مع الإطار التنسيقي ربما أيضا الإطار سيتوقف، سيحاول أن يضغط على السيد مقتدى الصدر لكي يأتي، حتى لو تخلى السنة والكرد عن التيار الصدري ربما الإطار لن يتخلى عن التيار، لأنه يدرك قيمة التيار وقوة التيار وتأثير التيار في الشارع، صح؟ هذا الواقع السياسي، والقوى السياسية تدرك قيمة بعضها وتأثير بعضها ودور بعضها. لكن أنا قلت لك أنه أي شيء لا يفضي إلى حل لا يمكن أن يكون مبادرة، لا يمتلك عناصر أن يكون مبادرة، ولكنها وكأنها فكرة. ذكرني بهاي يعني توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام في أيام الحرب العالمية، الإمبراطور الله يرحمه هيروهيتو اللي وقع وثيقة الاستسلام في الحرب العالمية الثانية عام 45 في المحيط الهادي على إحدى الحاملات الطائرات الأمريكية، وقع وثيقة الاستسلام. مبادرات القوى السياسية هي وثائق استسلام وليست مبادرات، لأن الكل يعرف أنه ما راح أصلا المستقلين رادوا يدفعوها بقصوى مثل ما يقول، لأنه رادوا يخلصون من الضغط، قالوا إحنا نقدم مبادرة، وأيضا وكأنه المستقلين يختلفون عن الإطار والتيار، الإطار يرمي الكرة بملعب التيار والتيار يعود يرمي الكرة بملعب الإطار، بس المستقلين جابوا كرتين، كرة شمروها بملعب الإطار وكرة شمروها بملعب التيار، وما وصلنا أيضا إلى نتيجة. طيب يعني هاي مرتين جيب طار المستقلين وفي هذه المعادلة أستاذ قصي، شلون نشوف إنه موقف المستقلين يعني خصوصا بعد خطاب السيد الصدر يعني اللي يسبق ذهابه إلى المعارضة ولو بشكل مؤقت، يعني هل راح تكون
هنالك مبادرة النواب المستقلين بحسب قراءتكم من الممكن أن تخرج العملية السياسية من هذا المأزق المقيت؟ يعني مهما كان مبادرة المستقلين فهي محاولة، يعني هم يعني الطرفين هم دعوا المستقلين لكي يعني يتولوا عملية تشكيل الحكومة الطرفين، وبالتالي مبادرتهم هم يعني حسب بيانهم اللي ألقوه في دائرة الإعلامية في مجلس النواب، هم يعني شكلوا لجنة لكي يتفاوض مع الطرفين حتى يعني يطلع على وجهات نظرهم، وبالتالي يكون الرد. يعني الإطار التنسيقي إطار الشيعي وافقوا على هذه المبادرة، لكن لم يكن هناك رد ملائم من قبل الطرف الآخر اللي هو التيار الصدري في موضوع المبادرة. أنا حقيقة بس حبيت تعليق بسيط حول الموضوع بأنه اليوم العراق يعني النظام السياسي في العراق نظام برلماني، يعني نظام بأنه مبني على المحاصصة الشيعية وعلى الموضوع التوافقات، بدون التوافقات لا يمكن بصراحة أن يكون هنالك كما احنا والغيرنا يتمنى بأنه معارضة وموالاة حكومة يتولى ويتحمل مسؤولية التنفيذ، لأنه اليوم بصراحة يحتاج احنا إذا ما عدلنا الدستور، يعني إذا ما يتم تعديل الدستور ما ممكن أن نذهب إلى هذا الخيار، خصوصا في بلد يعني مثل العراق متعدد المكونات والأديان والطوائف، يعني نفس الحالة تقريبا لبنان. وبالتالي أعتقد اليوم يعني الموضوع يحتاج إلى تعديل للدستور. يعني الأخوة الكرد على سبيل المثال، الأخوة الكرد أو السنة، الأخوة السنة هل يقبلون مثلا بموضوع الأغلبية، حكومة الأغلبية مثلا؟ يعني عدة مرات سابقا في عهود سابقة في دورات سابقة كان هناك مطالب بأنه مطالبات بأنه يكون هناك حكومة أغلبية وطنية، لكن هذا الأمر ما ممكن يحصل في وضع مثل العراق. طيب، ولهذا اليوم تشوف الإطار يعني متمسك في مسألة بأنه ما يسمح بأنه المكون الأكبر في العراق المكون الشيعي أن يذهب فرادة ويذهب ضعيف في تشكيل الحكومة التنفيذية، وكذلك يكون ضعيف في المجلس التشريعي والرقابي، لأنه اليوم تعرف اللجان لم يعطى بشكل منصف في موضوع يعني التمثيل المكوناتي وتمثيله في اللجان. طيب أستاذ هادي، يعني وسط هذه الانسدادات راح تدخل المحكمة الاتحادية في حسم الموضوع، الدخول على الدستور في بعض مواده وتحاول تفسرها لحل هذه الانسدادات؟ هو السيد فاق زيدان يعني رجل القضاء المحترم طرح مبادرة قبل فترة فيما يتعلق بالدستور، ومن أجل أن نبتعد عن هذه الإشكالية، مع أنه مجلس القضاء الأعلى يتعرض إلى ضغوط هائلة، والدليل أنه خطاب السيد الصدر الأخير كان فيه حديث عن المجلس و مرة يتعرض إلى ضغوط لربما ما يستجيب لها، بس مرات يتعرض إلى اتهامات بأنه مسيس وأنه قد اتخذ قرارات سياسية. السيد هوشيار زيباري اللي تم استخدامه أمس في مذكرة أيضا انتقد القضاء في أكثر من مناسبة، لكن بالمجمل يعني لأنه إذا كان هنالك اتهامات وكان هنالك نقد وكان هنالك شيء من الضغط، لكن أيضا القضاء العراقي واضح أنه يعمل بجدية في قضايا عديدة، والدليل أنه حكم بأحكام في بعض في مثل قضية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، حكم لصالح الجلسة وأعطى الغلبة وكأنه للتحالف الثلاثي، وهو لم يكن منحازا للتحالف الثلاثي، وفي حكم آخر للإطار، وهو لا يقصد الإطار ولا يقصد التيار ولا يقصد التحالفات، وإنما يقصد أنه جد حكم. حتى في قضايا الفساد يقول لك أنت جيب لي اشتكي يمي، كون جريء، تعال صير شجاع واشتكي يمي، بس احنا نفتقد جرأة يعني الشجاعة وجرأة الشكوى في هذا الموضوع. راح تكون أكو مبادرة أو يعني دخول القضاء على خط يعني هو القضاء ولو أنا يعني نوبات أقترح، ما أدري هسه الاقتراح ما أنتجه سيء، وقلتها قبل أشهر، قلت أنا والله أنصح أنه يخلون مثل عدل منصور لما أسقطوا الإخوان وخلوه لفترة إلى أن جت صار اختيار صارت انتخابات
رئيس مجلس المحكمة العليا في مصر. نعم. القاضي عدلي منصور، خلي المجلس القضاء الأعلى يتولى الأمور لفترة إذا كانت الأمور منسدة لهذه الدرجة. ولكن كما قلت لك إنه إذا بقينا على المبادرات القوى السياسية ما أعتقد راح تفلح. طيب. وإذا بقينا على المستقلين، هم أصلاً مستقلين سموهنا، عافوا العراق وراحوا لموسكو، عندهم مشاركة بالبرلمانيين العالميين، يعني مجلس الدوما حسين عرب وحسين رماحي ومجموعة كثيرة راح وياهم. طيب. فبالتالي هم ايضا يمكن يشعرون باليأس، قال لك نروح لموسكو نلقي خطابات للعالم، افضل ما نبقى بالعراق نطرح مبادرات وما حد يستمع لها. استاذ قصي، في ظل هذا الاحتدام السياسي راح يطول امد تشكيل الحكومه برايك؟ والله بصراحه اليوم يعني اليوم الوضع يعني لا يبشر بخير في ظل هذا التصعيد وهذا الانغلاق والانسداد السياسي، لكن احنا نتامل خير بانه الكتل الاخرى اللي الكتل اقصد الكرديه والسنيه ان يكون يعني لهم دور في حلحله هذا وهذا الانسداد السياسي والتدخل، لانه حقيقه هم في حال تدخلهم لاي طرف بدون شك سيكون له تأثير، يعني مبادرات مفروض يصدر من عندهم في، لأن اليوم الجميع يعني الكتل السياسية وجميع المكونات الشعب العراقي هم جميعهم في مركب واحد، وبالتالي أي يعني انهيار للوضع الجميع يعني يتحمل عبء هذا الانهيار وتبعاته. وبالتالي اعتقد اليوم يعني لا بد من يكون هناك انفراج، يعني والا اعتقد القضاء والمحكمه الاتحاديه من المفترض ان يتدخل، ومهما كان يعني المفروض الجميع يرضخ لهذا القرار، والمحكمه الاتحاديه والقضاء العراقي لا يتدخل الا عندما يتم تقديم يعني شكوى او طلب لتفسير ماده معينه في الدستور، او عندما يحصل خلاف او نزاع ما بين جهتين. وبالتالي انا اتوقع بانه يعني اذا ما استمر هذا الانسداد بانه يبادر رئيس الجمهوريه كونه هو الراعي للدستور وهو حامي يعني السياده، وبالتالي اعتقد من المفترض ان يكون هناك تدخل من رئيس الجمهوريه والطلب من القضاء ومن المحكمه الاتحاديه تدخل لفض يعني هذا الانسداد من خلال قرار يعني يستند ايضا الى الدستور، يعني احنا ما عندنا مناص غير الدستور بصراحه. اليوم الجميع يجب ان يرضخ للدستور ولقرارات المحكمه الاتحاديه، والاطار يعني في كل القرارات اللي صدر ايد كل القرارات اللي صدر من المحكمه الاتحاديه سواء كان بالسلب او الايجاب، وتذكرون الطعن اللي تقدم من قبل الاطار في موضوع نتائج الانتخابات. نعم. يعني حد ورضخ لهذا القرار. نعم. وحتى يعني قيادات الإطار وجهوا حتى المتظاهرين أخلوا الساحات. وهكذا في جميع القرارات. أستاذ عباس النائب السابق حدثنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى، وتفضل البقاء معي أستاذ هادي جل المرعي حتى نتابع في ملف الآخر. مشاهدي الأحبة كونوا معنا. إعادة إحياء الأمن الغذائي في البرلمان بعد أن فشلت الحكومة بترحيله، فهل يستطيع مجلس النواب تمرير القانون أم مصيره الطعن مجددا؟ حياكم الله مشاهدي الأحبة. ملفنا الثاني من الحصاد راح نناقش موضوع قانون الأمن الغذائي الطارئ اللي ينتظر قراره من البرلمان والبدء بالقراءة الأولى غدا في البرلمان بعد قرار المحكمة العليا بإلغائه. هنا راح نتساءل، هل هي مناورة سياسية مصيرها الطعن؟ وفي حال تم إقراره، هل راح يسهم هذا القانون في حل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء
توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن ورفع يعني درجة المواطنين فوق خط الفقر. ملفنا الثاني راح نناقش هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميل علي حبيب. رغم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، أعاد مجلس النواب مشروع القانون إلى جدول أعماله بعد تضمينه في جلسة الخميس المقبل، في تحد واضح لسلطة القضاء التي كبحت جماح حكومة تصريف الأعمال وأوقفت تجاوزاتها على الصلاحيات المثبتة لها في الدستور. فهذه المناورة القانونية التي لجأ إليها التحالف الثلاثي المتضرر من قرار المحكمة العليا الأخير بإلغاء مشروع الأمن الغذائي، تجري حاليا محاولة إعادة إنعاشه وتشريعه بمسار قانوني جديد، وهو أن يقدم كمقترح قانون من قبل مجلس النواب ولجنته المالية إلى الحكومة وبخط تشريعي معاكس، بيد أن الاتجاه بهذا المسار قد يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، كون القانون ذا جنبة مالية ما يعني مخالفته للمادة 60 والثانية 62 من الدستور، وبذلك لا يمكن للمجلس من تشريع قانون من هذا النوع، وأي محاولة لتمرير هذا السيناريو قد تصطدم بقرار الاتحادية من جديد. فهذا الإصرار السياسي على إعادة طرح قانون الأمن الغذائي من خلال عكس مسار التشريع يزيد من حدة الاستفهامات عن الرغبات السياسية المخبأة بين فقرات هذا القانون وحجم الشهية في ابتلاع الوفرة المالية الناتجة عن زيادة الصادرات النفطية عبر تضليل وخداع الرأي العام بأهمية تمرير القانون من خلال مضاعفة التحذيرات من أزمة غذائية تفوق إمكانات السيطرة عليها. فالحلول الدستورية الخاصة في إعادة مسودة القانون إلى جلسات المجلس النيابي التي يتحدث عنها نواب من اللجنة المالية وغيرهم لا تبدو في أفقها انفراجة لهذا اللغط الحاصل، لكن المثبت أن أي محاولة لإدراج القانون بهذا الشكل سيكون أزاءها موقف قاس مع قرار آخر من المحكمة العليا. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحب بضيفي الكريم أستاذ هادي جل المرأي. حياك الله أستاذ. أهلا أستاذ أحمد، مرحبا بك. وكذلك أرحب بالدكتور وائل بياتي خبير القانون الدستوري. حياك الله دكتور وائل، ضيفا كريما. دكتور وائل، أسأل حضرتك، يعني هل إعادة قانون الأمن الغذائي إلى البرلمان أمر منطقي بعد رفض المحكمة الاتحادية مشروع هذا القانون اللي تقدمت به الحكومة؟ في البداية أحييك وأحيي مشاهدي القناة الكرام وضيفك الكريم أستاذ هادي. أهلا وسهلا أستاذ. فيما يتعلق مسألة إعادة مرة أخرى مجلس النواب مسألة اقتراح مقترح قانون الأمن الغذائي، أعتقد أنها محاولة من المجلس للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، ذلك أن المحكمة الاتحادية بواقع الحال قد فسرت ووضحت في تفسيرها الأخير كل ما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال، أي أنها لا تستطيع أن تقدم أي مشاريع قوانين خلال هذه الفترة، ولا تستطيع أن تلزم العراق أو تلزم الحكومات القادمة بأي التزام في أي جانب، سواء كان سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو دولي. هذا من جانب. من جانب آخر، قرارات المحكمة الاتحادية في كثير منذ عام 2010 ولغاية الآن كانت ثابتة على مبدأ أساسي، أن مجلس النواب وإن كان يملك الحق في اقتراح القوانين عن طريق لجنة من لجانه أو 10 أعضاء من نوابه، إلا أن هذه القوانين مقيدة بقيود أساسية، ألا وأولها أن لا تتعلق بالجانب المالي، وأن لا تتناول كل ما يتعلق بالبرنامج الحكومي، أو أن لا تتعلق بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية إلا بعد التشاور معها. طيب. وجان قانون الحالي أو مقترح القانون العالي متعلق بالأمن الغذائي هو قانون مالي صرف،
يتضمن جوانب انفاق وجوانب ايرادات وابواب صرف متعدده، حتى اننا شاهدنا ان مجلس النواب في المقترح الحالي قد ذهب الى وضع جداول ومبالغ ماليه، اي انه قد يذهب الى وضع موازنه مصغره عن طريق مجلس النواب. طيب صحيح قد تكون النيه داخل مجلس النواب هي مواجهه الازمات التي قد يتعرض لها العراق خلال الفترة القادمة، خصوصا ما يتعلق بأزمة الحبوب العالمية أو الأزمة الغذائية الذي قد يتعرض لها العراق نتيجة لضعف الخزين الموجود لدى وزارة. هسه ما أدري إحنا نروح على النوايا دكتور أم نروح على واقع الحال في هذه الأثناء. أرحب بالأستاذ عباس العنبوري رئيس مركز رواق بغداد الدراسات، ينضم عبر الهاتف. حياك الأستاذ عباس ضيفا كريما. يتحدث الدكتور وائل البياتي عن وجود نية لدى الكتل السياسية داخل قبة البرلمان بعد أن كانت هذه النية لدى الحكومة وتم رفض مشروع القانون قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية. إصرار البرلمان على تمرير هذا القانون أو تشريعه، كيف تنظر إليه دكتور عباس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين جميعا على إتاحة الفرصة في الحديث على هذا الموضوع المهم الذي شغل الرأي العام العالمي. أنا أتفق مع ما ذكره جناب الدكتور في أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العراقي في الأيام القريبة المقبلة، وبالتأكيد يعني موضوعة رفع سعر الدولار أيضا أو يعني خفض دعم العملة كان أيضا واحدة من المؤشرات التي أثرت كثيرا على اقتصاديات الناس متوسطي او يعني ضعيفي الدخل. بالتاكيد هذا كان مؤثر. فضلا عن ذلك هناك ايضا تضخما كبيرا في كل دول العالم بعد جائحه كورونا، اضاف الى ذلك ما يتعرض له الغذاء، ازمه الغذاء والحبوب بسبب الحرب الاوكرانيه المعلومه. وبالتالي ينبغي على يعني السلطه، ينبغي على الدوله ان تواجه هذا النوع من التحدي بإجراءات. وكان التوجه الحكومة في أن تقدم القانون ما يسمى بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وقدمته إلى مجلس النواب، ولكن بكل أسف أعتقد أن هذا القانون شابه الكثير من الملابسات، وهناك الكثير من التساؤلات التي عرضت من قبل الرأي العام وكذلك حتى من قبل المختصين في هذا الجانب، أما على السياسيين المعارضين للتحالف الثلاثي الذي يتبنى بشكل أو بآخر تشريع هذا القانون. واحدة من القضايا التي يعني المؤشرات التي شابت أو القضايا التي أشرت على موضوعة هذا القانون التركيز على هذا القانون دون أن يكون هناك تركيز على الموازنة العامة. يعني تبنت الحكومة أن تقدم هذا القانون إلى مجلس النواب دون أن تفكر بأن تقدم الموازنة العامة والتي يفترض أن تكون قد أعدت. هذه نقطة جوهرية أستاذ عباس، يعني دعنا ننتقل بها إلى الأستاذ هادي الجلمرأي. أستاذ هادي، لما نتحدث ضيوف الكرام عن مشروع هذا القانون الأمن الغذائي من قبل البرلمان بعد أن رفضت المحكمة من قبل الحكومة، هنا أنا برأيك يعني المشروع اللي أثار لغط كبير داخل الأروقة السياسية، المحكمة بتت به، لربما ألا تعتقد أن الأجدى حسب توصيف سيد عباس أنه الحكومة تقوم بدورها بإقرار قانون الموازنة وينتهي الموضوع؟ طبعا هذا السؤال يوجه إلى القوى السياسية الفاعلة، ولكن للأسف تعودنا في المرات السابقة عديدة أن الموازنة تمر عبر أروقة الكتل السياسية الكبرى وأصحاب القرار وليس عبر الحكومة والبرلمان. الموازنه لا تقر يعني من قبل البرلمان ولا تمرر من ما الحكومية. تفصل على مقاسات حكوميه بل لا حكوميه ولا برلمانيه، تفصل على مقاسات كتل سياسيه يعني. وحتى قانون الامن الغذائي اعتقد انه ضحيه الصراع السياسي وليس ضحيه مجلس القضاء الاعلى. زين، يعني مجلس القضاء الاعلى تقديم الخدمه ورفع ما هو مجلس القضاء الاعلى انا برايي كتحليل وكمنطق يعني هسه كحاله واقعيه انه مجلس القضاء الاعلى تحدث عن حكومه ولم يتحدث عن قانون، تحدث عن حكومة لا يحق لها أن تفعل كذا، فوق ده الموضوع. لكن أنا أظن أنه ردات الفعل التي جاءت من الإطار التنسيقي كانت سعيدة جدا برد المحكمة الاتحادية للقانون، صح؟ وردات الفعل من القوى الأخرى التحالف الثلاثي كانت منددة بهذا القرار. يشير هذا الموضوع، يشير إلى وجود صراع سياسي يعني بغض النظر عن النوايا كما قلنا في البدايه ايضا، لانه ربما الان لو ان هنالك تفاهم حقيقي بين القوى السياسيه لمرر القانون او عدل القانون او اجريت عليه تعديلات او جاء بصيغه اخرى، او انهم ذهبوا الى الموازنه، هم لم يذهبوا الى الموازنه،
ولم يذهبوا إلى قانون طوارئ وقانون أمن غذائي، وتركوا الأمور معلقة، وأيضا أدخلونا في حالة اشتباك سياسي جديدة. يعني الآن إحنا في ظل هذا الصراع، يعني أنا أشبه هذا الموضوع بشيء غريب. كنت ألاحظ يعني لما فريسة في الغابة يجون الأسود يأكلوها، وبعدين يجون مجموعة أخرى مثلا الضباع الذئاب، إلى أن توصل إلى مرحلة يبقى من الفريسة شيء بسيط يجي النمل يأكلها. طيب. وأحيانا يطلع دود أبيض من جوا القاع يأكل ما بقي من الدودة. أنا أشبه وكأنه العراق أصبح هكذا للأسف الشديد، أنه راح يجي يوم أنه العراق ما راح يبقى منه شيء. ليش ما راح يبقى منه شيء؟ وفقا لمعادلة الصراع السياسي والانكفاء نحو المصالح الضيقة، ما يتعرضه العراق من جفاف، من تصحر، من حبس للمطر. طيب. وفق مصداق الآية الكريمة التي تقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، واحتمال كبير لجفاف دجلة والفرات. هذا ما هو اللي سبب الأمن الغذائي، هو إذا مي ماكو، زرع ماكو، مطر ماكو، ويوم السبت جايتك عاصفة بيها وبليها الريح الصفراء، مشروع فساد. طيب دكتور وائل، لما ينظر ضيف الكريم سعد هادي إلى هذا الموضوع بأنه أكو كتل سياسية فرحت وأكو كتل سياسية تضررت من إلغاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون الأمن الغذائي، بالنتيجة لما المحكمة الاتحادية قالت أنه حكومة تصريف أعمال يوميا ما يحق لها تأخذ هذا القرار، ولكن هل هو هذا المقصد من المحكمة أم أن شبهات الفساد وعتها المحكمة وتحاول إيقافها؟ المحكمة الاتحادية عندما أصدرت قرارها نحن نعلم أنها ستغضب أحد الطرفين. طيب. كل قضية لها طرفين أمام القاضي، والقاضي سيرضي طرفا وسيغضب طرفا آخر وفقا لقواعد الحكم لأحد الطرفين. المحكمة الاتحادية ذهبت إلى إعمال قواعد المشروعية الأساسية الدستورية، وهي عدم جواز إعطاء شخص لا يملك الصلاحية صلاحية خلافا للدستور. لذلك قالت حكومة تصريف الأعمال لا تملك، لأن الأصل بما أننا تحولنا إلى مرحلة تصريف الأعمال لا يمكن لهذه الحكومة إلا أن تسير الأمور اليومية الطارئة العاجلة والروتينية، أما أن تتخذ قرارات أساسية، تتخذ قرارات مهمة، خصوصا وأن مشروع القانون كان يتضمن صلاحية إنفاق حوالي 25 مليار دولار، مبلغ ضخم جدا يوازي موازنات دول كاملة في المنطقة. وبالتالي هنا المحكمة ذهبت إلى عدم جواز إعطاء شخص بتصريف الأعمال اليومي مثل هكذا صلاحية، خصوصا وأنه ليس هناك رقاب على هذه الحكومة في خلال هذه الفترة. لأن المحكمة الاتحادية أعطت تصور واضح لحكومة تصريف الأعمال، وهذا التصور كان مستحسن لدى المحكمة. قالت مجلس النواب لا يملك الرقابة، وإن مارس الرقابة ليس لها أثر مادي، لا بل لها أثر سلبي على المجتمع، على اعتبار أننا سحبنا الثقة من الوزير دون أن نستطيع استبداله، لأن لا يجوز لمجلس النواب الحالي المنتخب أن يقوم باستبدال وزراء في وزارة منتهية الصلاحية وانتهت أعماله. كان الأفضل أو الأجدى من الحكومة الحالية أن تضع حالات استخدام ما ورد في قانون إدارة مالية ما يتعلق باستخدام احتياطي الطوارئ الذي أعطاها القانون صلاحية استخدامها لمعالجة حالات الطارئ وفقا لأحكام مادة 14 من قانون إدارة المالية عام 2019. كان ينبغي على الحكومة أن تقدم طلبات للموافقة على حالات خاصة لمعالجة فعلا حالات طارئ، أما أن تطالب بأن تعطى صلاحية للإنفاق المالي بشكل مطلق بدون أن يملك مجلس النواب الرقابة لا سؤال ولا استجواب، وبدون أن يكون حتى أن مارسها أثر، هذا شكل من أشكال حكومة نقول أنها كاملة الصلاحيات وليست منتهية المدة. أنا حكومة ذكية. طيب هذا ذكار جهلك فيه أستاذ هادي، ولكن خلينا نأخذ رأي أستاذ عباس العنبوري. أستاذ عباس، لما القانون فصل في الجانب التنفيذي ورفع مشروعه، يعني أنه كان بناحية من القروض أوجه صرف إنفاق أشياء فضفاضة، لربما فقدنا الاتصال بالأستاذ عباس العنبوري. أستاذ هادي، لما يكون هنالك حكومة تامة للتصريف، يعني الحكومة ليست تصريف أعمال وتريد تتصرف بهذا القانون، هسه اليوم لما تم إيقافه في المحكمة الاتحادية، البرلمان يريد يشرع هذا القانون راح يصبه بغير ما هذا صراع سياسي. هذا زين شو الحكومة راح يغير سؤال هو الحكومة ما تعرف أنه المحكمة أنه هي الحكومة ما تعرف أنها حكومة تصريف أعمال؟ مو تعرف؟ زين شلون تقدم قوانين مرعبة تريليونات الدنانير
والبرلمان العراقي شلون يروح يصوت على هذا القانون لو ما اكو يعني وكانه اكو شيء ما في اطار الصراع السياسي. التعديل يعني ربما طيب. هذا احتمال انه اكو شيء يصاغ في 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 السر في الغرف الداخليه للبرلمان العراقي باعاده صياغه القانون او تعديل القانون ربما ليتلائم. لكن هو ام راح يرجع نرجع للحكومه نقول الحكومه تصرف اعمال، فكيف يمكن للبرلمان ان يشرع قانون الا اذا كان هذا القانون يقدم بطريقه اخرى مثل ما الان تحدث عنها الدكتور وائل، انه يقدم بطريقه مو بطريقه قانون تقدم الحكومه للبرلمان حتى يشرع انه يجزأ هذا القانون ويقدم على شكل مقترحات او شيء يقرها البرلمان ودفعات من المساعدات مثل ما تصير شغلات صارت بالولايات المتحده الامريكيه الان قبل ايام لما بايدن اراد ان يقدم مساعدات عسكريه واقراض وحتى الحكومه الفدراليه في الولايات المتحده الامريكيه تقترض من الشركات والبنوك عفوا لكي تمول الادارات المحليه وادارات الحكم. بايدن اراد ان يمول الحرب في اوكرانيا واراد ان يبعث بدفعات من الاسلحه ومن الطعام ومن الحاجات الاساسيه يعني وحتى ربما الاموال، لانه امس احدى المسؤولات الامريكانيات قالت انه الحكومه الاوكرانيه غير قادره على دفع الرواتب والمستحقات الماليه خلال الاشهر المقبله، وبالتالي احنا بحاجه الى دعم مادي. بايدن يقدم للكونغرس مقترحات يقول يا ترى الوضع هيك، يقول ايوه اوكي يلا روح. ليش؟ لانه اكو حالات طارئه يعني حالات اشبه بمعركه الوجود يعني وكانها حرب وجود. لكن انا اظن ايضا ان الحكومه ذكيه، الحكومة العراقية، ما أقول السيد الكاظمي حتى لا يقولون أنت تريد تتهم السيد الكاظمي أو تريد تمدح السيد الكاظمي، لا، أنا أتحدث عن الحكومة العراقية. الحكومة العراقية كانت ذكية في طرح هذا القانون، دفعت باتجاه اشتباك سياسي جديد لأنه هذا يطيل عمر الحكومة. طيب أنت كلما طال الاشتباك السياسي كلما طال عمر الحكومة. طيب اشتباك سياسي دكتور وائل في دقيقة لو تسمح، يعني والتفاف على هذا القانون وعدم إقرار قانون الموازنة وتشدق من قبل الجانب التنفيذي بأنه هذا الحل اللي عندنا، ما وافقت عليه بعد خلص لا تسألون عن أي حل مهما وصلت الأزمة الغذائية في العراق. واقع الحال أن الحكومة كان عليها كما بيّن أستاذ هادي وكما بيّن حضرتك أنه الالتفات إلى مسألة موازنة عامة، وأذكر أننا في شهر آذار كان لدينا لقاء في برنامجكم الكريم بيّننا هذه الأزمة الأساسية أننا بعد إجراء الانتخابات لن نجد قانون موازنة على اعتبار أن أحكام قانون موازنة تقتضي تقديمه يوم 15/10، و15/10 إحنا أنضينا الانتخابات وبالتالي أنا أمام حكومة تصريف أعمال، وللأسف فات على الحكومة آنذاك أنه تعالج هذه المسألة بإرسال مشروع قانون تكميلي للموازنة يطبق للفترة التي تلحق عملية الانتخابات قبل أن تتحول إلى تصريف أعمال. وأعتقد أن مثل ما بينت حضرتك هذا نوع من أنواع مد الحياة في الحكومة لأكثر من المدة المطلوبة لها. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور وائل بياتي الخبير القانوني، وأشكر الأستاذ هادي جلمرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية. شكرا أستاذ أحمد. ونتأسف من الأستاذ عباس العنبوري رئيس مركز رواق بغداد للدراسات، ما حالفنا الحظ أنه نأخذ منه بعض المعلومات. وقبل ختام الحلقة أيضا أجرينا استطلاع لآرائكم مشاهدي الأحبة حول سؤالنا اللي بثيناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل تعتقد إعادة إحياء الأمن الغذائي في البرلمان مناورة سياسية مصيرها الطعن في نهاية المطاف؟ 75% قالوا نعم، و20% قالوا كلا، و5% تحفظوا على الإجابة. الشكر الجزيل لكم مشاهدي أحب على حسن المتابعة. في الغد بإذنه تعالى يتجدد اللقاء، في أمان الله.